السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليوم بصوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج وتعطونا آراءكم بالمواضيع اللي احنا راح نطرحها من فيديوهات وصور أو أشياء أنتم وثقتوها ونشرتوها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذا السبب اسم البرنامج صوتكم. واللي ما يقدر يتصل بينا يقدر يدزلنا رسالة على الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب. نبدأ حلقة اليوم، وأول ملف ويانا هو ملف الاقتصاد بشكل عام وتأثر الحياة الاقتصادية بسبب الدولار. ارتفعت أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية بالعاصمة العراقية بغداد، وتجاوزت حاجز 154 ألف دينار مقابل كل 100 دولار عقب الإعلان عن توجيه واشنطن عقوبات بحق 14 مصرف عراقي لتورطهم بعمليات تهريب العملة لصالح منه إيران. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء الماضي عقوبات على 14 مصرف عراقي بحملة على تعاملات إيران بالدولار. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين القول أنه الخطوة جت بعد أن كشفت عن معلومات تفيد أنه البنوك المستهدفة تورطت بعمليات غسيل أموال ومعاملات بنكية احتيالية، واتهمت هاي المصارف اللي شملتها العقوبات الأمريكية فضلاً عن مكاتب صيرفة ثانية تشتغل كواجهة للميليشيات والأحزاب الولائية باستغلال نظام المنصة لبيع الدولار وبيانات المواطنين الشخصية بالحصول على مآربهم والحصول على الدولار بسعر رسمي من البنك المركزي بهدف تحويله لوين؟ الإيران. الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر المتداول الآخذ بالارتفاع بالسوق السوداء هو السبب بالمزيد من الأزمات الاقتصادية للبلاد، وراء استغلال هذا الفارق من قبل متنفذين وميليشيات إضافة إلى المضاربين بالعملة الصعبة، وانعكس هذا الارتفاع على حياة المواطنين البسطاء المثقلين بالأزمات. هذا اللي عبر لنا أحد الكسبة من قضاء المسيب بمحافظة بابل، واللي تأثر حال هواية من المواطنين والفقراء والملايين منهم من يشتغلون بالأجر اليومي جراء توقف عجلة الاقتصاد وتأثرها. خلونا نسمع اللي يقوله. محمد ايش عندك انت؟ ستوته. محمد عنده ستوته. اليوم الدولار صار 155 او 156. المهم شوف هذا الرجال يقول انا يا ابو حسين اليوم ما اشتغلت. ليش؟ ما حد يبيع ولا حد يشتري، مو؟ اي صحيح. فهذا يعني هاي الدولار سوى لنا يعني مشكله، صار لكم 23 سنه بالدوله هاي، الدولار ما تقدر تثبتون عليه، هو صح تقولوا 132. فدام طلع هسه رحنا على ورقه يقول 154. يعني شلون؟ هذا فقير من يطي؟ زين اضافه ان هذا انت عندك رعايه؟ لا. زين ليش رعايه ما عندك؟ انت مزوج؟ متزوج وعندي اطفال، وكل ما اقدم ما يطلع لي. هاي ما يطلع لك؟ اي. الله يكون بعونك، يعني هسه هذا لا رعايه، يعني الرجال يريد يعيش. هذا حال المواطن العراقي اللي يقول لك انا ما عندي شغل وما عندي راتب وما عندي ضمان وما عندي رعايه وكل شيء ما عندي. بالمقابل اكو ناس قاعده تلعب بقوته وقوت عائلته. بسبب شنو؟ اكو مضاربه على الدولار، لانه بكل ورقه اكو فرق. فعشرة اوراق الفرق يكبر. اما الجماعه ما يتعاملون بعشرة اوراق وعشرين ورقه، لا، يتعاملون بعشر دفاتر وعشرين دفتر. فتتخيل ايش قد يطلعون بهاي المضاربه، وذن الدفاتر تاليتها وين تروح؟ لإيران. طبعا عدم استقرار سعر صرف الدولار امام الدينار يثير حاله من القلق والخوف يم العراقيين، نتيجة اللي خلفها من ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية بالوقت اللي تستمر به حكومة الإطار التنسيقي اللي يرأسها محمد الشيع السوداني، واللي قدمت هواية وعود يستمرون بحلولهم الترقيعية اللي تكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة وسطو الفساد على الاقتصاد العراقي بشكل كامل. مراقبين حذروا من التبعات الكارثية لهذه الأزمة بحال استمرارها أكثر، خصوصا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة بالعراق بظل الارتدادات السلبية على حركة الأسواق والسلع. هذا الشيء اللي يرهق كاهل المواطن خصوصا الفقير،
وخصوصا اللي هم ذوي الدخل المحدود واللي يوصفهم المراقبون المحللون الحلول اللي قدمتها الحكومة بمواجهة هاي الأزمة بالحلول العشوائية والغير مدروسة، وأضافوا أن السلطات المالية بالعراق بعدها عاجزة عن تحقيق التوازن داخل السوق المحلي وتقديم حلول استراتيجية للأزمة لضمان تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي بالبلاد. المراقبين أكدوا أنه ما يمكن التعويل على شعارات حكومة السوداني اللي دائما تتحدث عن برنامج حكومي ووضع أولويات مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل وتخفيف معاناة المواطن العراقي. خلونا نستمع إلى الناشط أبو زين العابدين حسناوي من النجف حول أزمة الدولار وتعليقه على دعوات رئيس الحكومة بالأشهر الماضية لما قال خزنوا الدينار لأنه الدينار أقوى. خلونا نسمع. شلونك سيد رئيس الوزراء أبو مصطفى أخونا العزيز المحترم؟ أبو مصطفى أنت نصحت الشعب العراقي أن يجمعون الدينار العراقي وما يعوفوا يهدوا ببيوتهم، لأنه راح تجي أيام أفضل من الدولار. ونعم الله على هاي النصيحة، سوى الشعب العراقي هم ينصدق مثل ما سمع كلامك أنت أبو العراقيين والقائد العام للقوات المسلحة، ما خلى دولار. أنت بالمنصات عالن بالكل مركزي 131 الدولار، وهسا $100 155. أبشرك بجال الله وجالك، هالسنة قيمة ما نضوق، لأن الحمص واجدار والزيت والتمن والمعجون وباقي الأمور مال القيمة ومال التوام مال أبا عبد الله بالمواكب كلها واجنار. ليش يا أهل الجملة؟ والله الدولار، روحوا الرئيس وزراء، روحوا للأحزاب، روحوا للبنك المركزي، نزلوه واحنا نبيع لكم برخيص، شنو ذنبنا؟ هذا اللي قاله أبو زين العابدين بخصوص ارتفاع سعر الدولار، لأنه فعليا لما يرتفع الدولار السوق كله يوجر، ولما يوجر السوق اللي يقبض ملايين ما راح يحس، بس اللي يقبض تفاليس هذا راح يتأذى، واللي ما عنده أصلا قبض هذا اللي راح يتأذى، واللي ما عنده شغل هذا اللي راح يتأذى. والربحان بهاي العملية كلها بس أبو الكريستال والكبتاغون والمخدرات والحشيش والتجار والأحزاب. ليش؟ لأن هم تجار الدم بهذا البلد. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك عادل حمزاوي يقول: تصريحات الحكومة بس بوخة، ماذا عمل السوداني ومحافظ البنك المركزي إزاء الدولار؟ فمن المستفيد من تخفيض سعر الدولار الرسمي إلى 131,000؟ هل المواطن؟ أبداً. هل الفقير؟ أبداً. إذن هم أنفسهم منصة الأحزاب الألكترونية الدولارية والمسؤولين ومن لف لفهم. عادل سعدون عبد الكريم يقول: يا سيادة رئيس الوزراء، كل السلع والخدمات مرتبطة بالدولار، فأي زيادة بالدولار تنعكس مباشرة على الأسعار في الأسواق، وكما تعرف سيادتكم الرواتب هي ماكو أي تغير أو زيادة بها، ونحن المتأثرون والمتضررون بهذا الحاصل الآن من ارتفاع الدولار، فأين الحلول؟ الله أعلم. أيوب خلف: ما دام هناك تعامل تجاري مع دول عليها حصار من قبل أمريكا مثل إيران وسوريا، فلا استقرار في سعر الدولار ولا سيطرة من قبل البنك المركزي والحكومة العراقية. أقروا على أنفسكم، أقروا على أنفسكم وأجيالكم السلام، نتمنى هنالك فرج قريب. وأبو جنة السيلاوي يقول: تهريب الدولار لا ينتهي إلا بانتهاء العقوبات المفروضة على إيران. كانت هاي تعليقات الناس حول قضية الدولار وسعر صرف الدولار ومشاكل الدولار، واللي احنا دائما نقول انه اللي دا يتأثر بهذا البلد بمشاكل العراق هو بس البلد، عفوا العراق ما بمشاكل، العراق عراقنا، لكن اللي دا يتأثر باللي دا يصير بعراقنا من مشاكل نتيجة السياسات الخاطئة اللي جت بعد عام 2003 على ظهر الدبابة الأمريكية بحجة الديمقراطية وتحرير الشعب، المواطن دا يدفع ثمنها. أمريكا لما جت للبلد وقالت احنا جايين نحرركم، واحنا جايين نعطيكم ديمقراطية، واحنا جايكم نعطيكم حرية، واحنا راح نخلي العراق أموذج، نعم صدقوا الكلام بآخر كلمة، خلوا العراق أموذج للفساد، للفشل، للمحسوبية، للقتل،
لكل شيء سيء. فلا جوازك محترم ولا بلدك محترم ولا اللي عايش جوا البلد محترم، بس اللي محترم هو اللي هم جايين من خارج البلد. فاللي جاي من خارج البلد متنعم بنعم انت المفروض تتنعم بها يا العراقي. فمشاكل السياسيين والكتل السياسيه وسياساتهم الخاطئه من 2003 لحد هاي اللحظه وجهت البلد ان يكون بهذه الصوره. هم اللي باعوا البلد لما اشتروا اسلحه فاشله، واسلحه او صفقه الاسلحه الاوكرانيه دليل. هم اللي باعوا البلد لما اشتروا اجهزه لكشف المتفجرات طلعت بالنهايه مال كرات جولف وما لها علاقه، وهذا الاريال الشايل الجندي لا يسوي شيء ولا يقدم ولا يأخر، لأنه اللي صارت من تفجيرات ورا مجدتي هاي الصفقة كثيرة، ومنها تفجير مول الكرادة. هم اللي باعوا البلد لمن جابوا لك مواد غذائية فاسدة، ومنها صفقات التمن اللي عبرت ما حد يعرف شلون من ميناء أم قصر، ولا الدهن أو معجون الطماطة الفاسد اللي عبرن الحدود. هم اللي باعوا البلد لما صار البلد اللي كان يخلو من التجار المخدرات وتعاطي المخدرات، والآن حسب تصريحات وزير الداخلية الأسبق يقول نصف شباب العراق يتعاطى. فهم اللي باعوا البلد، وهم اللي باعوا البلد لما جابوا لك محطات غازية بلد عنده ثاني احتياطي بالعالم، بلد يطفو على بحر من النفط والغاز يطلع ويا النفط، والميزانية العراقية معتمدة بنسبة 90% وأكثر على النفط، وأكو غاز يطلع ويا النفط، بس جابوا لك محطات غازية بالمقابل يقول لك إحنا عندنا غاز ليش نفيد المواطن؟ لا نحرقه. فلما نحرقه لا المحطات تشتغل، لا عندهم كهرباء، لا عندهم شيء يقيهم حر الصيف أو يقيهم برد الشتاء، بالمقابل نعطيهم سرطان، نعطيهم مشاكل، نعطيهم تلوث. فإحنا اللي نطينا للشعب من فتافيت نرجع نأخذها من عندهم بالمستشفيات. على ذكر الحر، نهر دجلة صار المتنفس الوحيد لسكان العاصمة العراقية بغداد، هذا كله بظل الحرارة اللي ارتفعت بشكل عالي جدا والصيف الحارق في بلد معروفة بدرجات الحرارة وانقطاع الكهرباء والماء عن البيوت. حتى هذا النهر التاريخي دي صار الجفاف وانحسار المياه به، لدرجة انه مساحات من اليابسة تطفو على سطح، او عفوا بلشت تطلع مو تطفو، نتيجة تداعيات التغير المناخي وبناء الجارتين تركيا وإيران سدود على طول مجرى. وتعكس هاي الحالة تداخل أزمات يعيشها بشكل يومي سكان العراق اللي يبلغ عددهم 43 مليون نسمة. فالسدود من جهة، وقطع روافد أكثر من 42 نهر من قبل إيران على دجلة أدت إلى تهالك كل شيء ومنها قطاع الكهرباء والارتفاع المتواصل بدرجات الحرارة. بلد تقول الأمم المتحدة أنه من الدول الخمسة الأكثر تضرراً من بعض آثار التغير المناخي، إضافة إلى النقص في المياه. وأظهر صور صادمة تعرض نهر دجلة إلى حالة من الجفاف ما مسبوقة بتاريخ العراق، إلى حد قيام مواطنين أنه يفترون ويتمشون ويعبرون نهر دجلة مشي على الأقدام. خلونا نشوف نهر دجلة شوف الكياش والصورة اللي تشوفوها هنا هواية أحسن من الصورة اللي طلعناها البارحة جوا جسر الدورة مثلا، لأن جوا جسر الدورة ماكو هاي المسافة، إذا أكو شوية مترة مترة ونص من المي هناك لا ماكو، المي يدوب كم سنتيمتر. العراق من سنوات يشهد انخفاض بمناسيب المياه بنهري الدجلة والفرات اللي هم الرافدين الرئيسيين للعراق، هذا اللي أسفر عن جفاف بعض البحيرات، جفاف الأنهر الفرعية
وترجع وزارة الموارد المائية الأسباب إلى قطع إيران وتركيا اللي هما دول المنبع للإمدادات المائية عن العراق والاستهلاك الغير صحيح، لما طلع لنا وزير الموارد المائية وشبه المواطن العراقي بالرقة لأنه يسبح. مقاطع فيديو وثقت مشاهد صادمة تظهر جفاف مساحات شاسعة من حوض نهر الفرات بمدن جنوب العراق، واللي صار القاع بهم مبلش يعني، وتشوفه بعينك المجردة لدرجة أنه سايق ستوتة ما يصعد جسر يعبر النهر، واللي راكب بايسيكل دراجة هوائية يمشي بالنهر. ليش؟ لأنه المي يا دوب مغطي سنتيمتر من التاير. خلونا نشوف. المشكلة اللي بدنا نعرضها هسه بمشكلة المياه والجفاف اللي دا يصير بالعراق هي مشكلة شعب كامل، لأن شعب أغلب فلاحين والفلاحة تعتمد على المي، وأغلب يعتمدون على تربية الماشية والماشية تعتمد على المي. شعب عاش عمره كله في بلد خصب للزراعة، لما يكون البلد ما بمي راح يكون البلد أرض بور أو أرض بايرة ما مستصلحة للزراعة. العالم تفكر شلون تستصلح الصحراء حتى تكون أرض زراعية. هذا اللي صار مثلاً بالإمارات العربية المتحدة، أرض صحراوية من شمالها إلى جنوبها من شرقها إلى غربها. فكروا شلون يستصلحون صحراءهم ويسووها أماكن زراعية وخضروا بها أشجار ونخيل. بلدك ما كان يحتاج هذا الشيء، بلدك بس كان يحتاج واحد يفكر بعقلانية، واحد يفكر بحب اتجاه هذا البلد حتى يحافظ على حقوقه. ولما نحافظ على حقوق هذا البلد انتم ما راح تحتاجون شيء ابدا. الناس لما شافت فيديوهات الجفاف ذني علقا على هذا الموضوع. اول تعليق ويانا من عباس ابو حيدر يقول يصلح بناء قطع اراضي بنهر الفرات، ليش وقت حكومتنا نايمة؟ لمياء الزبيدي تقول عجيب السنة هذا المطر كله، وين راحت المياه؟ الله يستر من الجفاف. محمد موسى الياسين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بس أريد أعرف وزارة الري مدري الموارد المائية شنو شغلهم؟ بس يستلمون فلوس ويبوقون، ترى كارثة هاي، شوفونا حل، إلى متى هذا الغبن؟ أبو إيهاب الشجيراوي يقول هذا بسبب حرارة الجو وتبخر الماء مما أدى إلى جفاف الشط، وهذه الحالة ظاهرة طبيعية تحدث في كل بلدان العالم، ومثلها حدثت في سايلو النجف عندما أكل الحمام أطنان الحنطة، فلا تتعجبوا من هذه الظواهر. نعم كلامك صحيح أبو إيهاب، الجفاف يؤدي إلى جفاف أنهر بأكاملها وصار لها ملايين السنين أو آلاف السنين بالبلد، ومثل سايلو الحنطة اللي أنت ذكرته أطنان من الحنطة إجا الحمام فجأة وأكلهن كلهن، ومثلهن مثل قاصة البنك المركزي اللي غرقت وبيهن 7 مليارات، ما حد يعرف بهم، ما حد يعرف مصيرهم وين صار، لأنه طلعوا الجماعة وقالوا ترى الخزينة غرقت. عندنا اتصال، محمد من أمريكا ويانا، حياك الله. ألو، السلام عليكم أخوي أستاذ أسيد، أحييك وحيي قناة الرافدين البطلة. حياك الله أخوي. هو عزيزي شغلة المويه شغلتها إيران، قسما بالله إيران، هم تدمير العراق من 2003 لحد الآن إيران، هم لازقين بيهم هاي الإطار الإيراني كفيلك محمد، هم دولة قسما بالله. وحرقة القرآن هاي مال هذا سروان هي شغلة مقصودة قسما بالله، هم مو كانوا قبل يفجرون الجوامع ب 2007 ويشوك مودن ما جامع يقتلوه قدام الباب ويحرقوه ويفجرون الجوامع قسما بالله، والله العظيم يفجروها بالخزانات مال الجيزر مال المي قسما بالله. دول الميليشيات تابعة الجيش المهدي، لا لقاهم المهدي ولا لقتهم كل دولة عربية وأجنبية.
والله العظيم تدمير العراق ايران فرس المجوس ذولا الاطار الايراني وغير الاطار. والله العظيم تدمير العراق من وراهم المخدرات، قتل العالم، تهجير السنه، شكو جامع جاي يفلشوه. قسما بالله ما يريدون سنه يبقى بالعراق حتى يجيبون خوالهم العجم يخلوهم بالعراق. تحياتي للقناه الرافدين. تحياتي عمر اله. ابو سميه من الانبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عيد الكريم. موضوع الجفاف وموضوع المياه اول امر عجيب في هذا البلد. نعم. ان مساله المياه ومساله الجفاف لا تعتبر ازمه في اعراف السياسيين العراقيين. لو نظرت الى الخلاف بين مصر وبين دوله اثيوبيا بخصوص سد النهضه وكيف ان العلاقات السياسية قد تأزمت بين بلدين. لماذا؟ لأن أثيوبيا أرادت أن تقطع شيئا من روافد نهر النيل، فترى الأزمة استمرت لسنة أو أكثر مع التدخلات. المشكلة في هذا البلد يا سيدي الكريم أن هذه الطبقة السياسية لا تعتبر الأمر أزمة، لأنه لا يمس أموالها ولا يمس مصالحها، وإنما يمس المزارعين المستفيدين من روافد دجلة ونهري دجلة والفرات بزراعة. أما هؤلاء الطبقة الفاسدة فإن الأمر لا يعنيهم. وهنا المشكلة الرئيسية. المشكلة ليست في بلد تركيا أو في بلد إيران. المشكلة أننا عندنا طبقة سياسية لا تعتبر المسألة أزمة ولا تبالي لها. الحل يأتي من الداخل بالتنسيق وبالضغط وباستخدام المصالح للحصول على حقوق بالنسبة للروافد داخل الدول المتشاطئة. فمتى ما أصبحت هذه الطبقة الفاسدة سوف نجد حلا لمشكلة الجفاف. وشكرا للبرنامج. شكرا شكرا لك أبو سمية. ونعم هو هذا الكلام الصحيح. المشكلة هي مو بدول المنبع. دول المنبع أدها منابع أنهر العراق الاثنين، تريد تستفاد من هاي المنابع حقها، لكن مو من حقها أن تقطع حقوق البلد الكاملة أو حصص العراق الكاملة. لما نتكلم عن أكثر من 95% من مجرى نهري دجلة والفرات هم بالعراق فقط. المشكلة هي من الداخل. المشكلة لما عندك ناس يقولون أنه إحنا وزراء وإحنا مسؤولين وإحنا كتل. والسيادة والسيادة أكبر ضرب للسيادة العراقية هي حرمان العراق من حصص المائية. أكبر ضرب للسيادة العراقية هي تغول إيران في العملية السياسية. أكبر ضرب للسيادة العراقية هي تحكم السفارة الإيرانية وبلسانهم بمجريات العملية السياسية. وأكبر ضرب للعملية السياسية والسيادة لما يطلعون ويتبجحون بالسيادة أو غيرها وغيرها والقانون، ويوقفون بالبرلمان ويحاسبون فلان وعلان وقرارات وقوانين وقراءة أولى وقراءة ثانية وموازنة لمدة 3 سنوات. ما نعرف احنا باكر ايش راح يصير. هم نطوها لمدة 3 سنوات والله يعلم الدولار راح يبقى نفس الشيء، النفط راح يزيد راح يقل، ما حد يعرف، بس هم سووها لمدة 3 سنوات. شنو العقلية الاقتصادية اللي هم يملكوها؟ ما حد يعرف، بس سووها لمدة 3 سنوات. بالمقابل لا اكو تعيين، لا اكو زيادة، لا اكو شيء. البلد دا يغلي والفقير دا يحترق وجوعان ومحتاج اللي يعينه، والمتقاعد اللي اشتغل 30 و35 و40 سنة راتبه فتات أو أقل من الفتات. تردون تعرفون مشاكل العراق الثانية؟ أوكي. العراق يوميا يسجل حرائق، أغلب هاي الحرائق بسبب إهمال إجراءات السلامة بدوائر الحكومة وأيضا بالدوائر الأهلية أو الخاصة. تم تسجيل أكثر من 4000 حادث حريق بالعراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023 اللي احنا بيها. بإحصائية خطيرة تأشركم مدى تفاقم أزمة الحرائق من دون أي حلول، بوسط استمرار المخالفات لشروط السلامة. ليش؟ لأنه أنت عندك بالبلد قانون، بس ياهو اللي نفذه
لأنه مدير الدائرة الفلانية يتبع الجهة السياسية الفلانية فكلها تخاف. على الرغم من الجهد الكبير اللي تبذله طواقم الدفاع المدني بمكافحة هاي الحرائق، إلا أن المواطن العراقي يشخص بدوره جملة مؤاخذات على عمل هذه الفرق، واتهم هاي الفرق بالتقصير وعدم الاستعداد الكامل للحالات الطارئة بظل غياب المتابعة. وهذا اللي أكد لنا يا أبناء قضاء غماس بمحافظة القادسية بسبب نفاد مادة الغاز أو الديزل من واحدة من سيارات الإطفاء. يعني تخيل أنه أنت عندك حريق، تخابر الإطفائية يا بعدنا حريق بالمنطقة الفلانية، بل كتدزلنا سيارة حتى تكافحون هذا الحريق. بنص الطريق الغاز أو الديزل بهاي السيارة شنو؟ خلص، وقفت السيارة ما تقدر تمشي. هذا اللي استدعى أبناء المنطقة شو يسوون؟ اللي راح تشوفوها هسه جابوها دفع، سيارة مال إطفائية تروح دفع. خلونا نشوف. ثم الله يزفهم منكم انتم ما صار حقهم يضحكون وحقهم يصنفون وحقهم يعلقون اللي يردوه، لان ما صايره بكل وقت. تعرفون واحده من اساسيات عمل الاطفاء انه لازم يكونون في مكان الحادث خلال 3 دقائق او اقل من 3 دقائق، ويجب ان يطفون الحريق في مده زمنيه، وان ما قدروا خلال مده زمنيه معينه لازم يطلبون امداد من المحطه. على هالكلام يراد لهم 3 أيام يلا يوصلون. إذا بقضاء غماس المحطة بالبداية وأكو حريق بنهاية قضاء غماس، لازم ولد المنطقة كلهم يطلعون يدفعون، أو يجيبوا لهم 3 جواميس يشدوها بسيارة الإطفاء ويسحبوها سحب. صايرة هاي بيا بلد. لكن بما أنه العراق دا يسجل لكم حرائق متعددة بالمباني الحكومية وبالمنشآت الخاصة خلال فصل الصيف، لأنه ارتفع عددها بشكل كبير بغير موسم الصيف، هذا اللي يثير قلق حول الإجراءات الوقائية واللي تعهدت وزارة الداخلية أن تتخذها قبل نحو 2 عامين. قبل 2 سنين قالت إحنا راح نتخذ، وراء سلسلة من الحرائق اللي طالت أسواق ومستشفيات كبرى ودوائر مختلفة وتسببت بعشرات القتلى والجرحى ومستشفيات أيضا. الدولة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي هواية من الصور الملتقطة من قبل المواطنين حول حالات الإهمال ينفرق الدفاع المدني، واللي وصلت واحدة من أدهن أنه سيارة الإطفاء اللي طالعة طف الحريق ما بيها مي. يعني إجاهم اتصال يا جماعة الخير أكو حريق بالمنطقة الفلانية، اتوجهوا دقت الصافرة نزلوا ركبوا السيارة شغلوا وطلعوا، بس ما تارسيها مي. وصلوا المكان الحادث لقوا السيارة شبه فارغة، فحاولوا يضخون المي اللي موجود بالسيارة ما قدروا لأنه هي شبه فارغة. هذا اللي صار بوحدة من مناطق العاصمة العراقية بغداد. خلونا نشوف. وين هم؟ ماكو مي. يقولوا ماكو مي، جايتنا الإطفائية بلا مي. هاي الإطفائية شوفوها بلا مي. شوفوا. هاي احترقنا وجينا والفاية بلا ما يباش بشرشو. هاي حكومتنا الفاية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع المدني، باو جاينا بسيارة فارغة. يلا خلي نشوف وزير الدفاع. وزير تخيلوا لو فوق القاهرة الناس جاي بسطول خطية وطلع هالمي اللي موجود بالسيارة. إذا يجيني واحد ويقول لي هاي حادثة فردية، عمي على عيني وراسي كلامك منطقي، حادثة فردية، شنو الضمان بالمقابل؟ واللي احترق بيته منو اللي راح يعوضه؟ شنو جهة من المفترض أنه هي تعمل تحت ضغط
من المفترض أنه هي مدربة تدريب جيد أن تعمل تحت هاي الضغوط، من المفترض أنه هي مدربة لمكافحة الحرائق حتى تحمي الناس، من المفترض أنه السيارة أكو ناس بداخل المحطة شغلهم يتابعون الصوندات مالتها والخزانات مالتها والعدادات مالتها والفؤوس اللي موجودة بالسيارة حتى يكسرون بيبان إذا كان أكو ناس جوا، وأيضا الأكسجين اللي يلبس الإطفائي والأقنعة والبدلات المضادة للحريق، كلها أكو ناس تتابع هذا العمل. هذا وين الموظف اللي مسؤول عن متابعة ما موجود بداخل هاي السيارة بداخل المحطة بحيث خلاها تطلع بهاي الصورة؟ هذا اللي بدنا نحكي عليه، هذا اللي بدنا نحكي عليه لما نقول بالبلد ماكو قانون، هذا اللي بدنا نحكي عليه لما نقول اللي دا يصير بالبلد مو طبيعي. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود أنا من خلدون الصالح على فيسبوك يقول يستحقون العقوبة ويتحملون الخسائر هم ومن هو مسؤولهم ليكون درس قاس للباقين. وحسام حسن يقول طبعا المنتسب مقضيها امكنك على النت، لا يشتغلون ولا شيء وماكو رقابة دورية. خضير عبد الكريم يقول هذا تقصير من قبل وحدة الإطفاء ودلاله انحلال الدائرة من أعلى سلطة فيها، كما يدل تقصد في الأمر للإساءة لمؤسسات البلد والعاملين بها. ناجح كريم، هذا تقصير المسؤول عن مركز الإطفاء، فلو كان يعرف أن تقصيره يضع بقفص الاتهام أو يضع هو بقفص الاتهام ويكون أمام قانون صارم لم تشتغل على مطبقيه تلفونات الأحزاب والشيوخ لكان الأمر بغير هذه الفوضى، ولكن نحن ديمقراطيون. هذا اللي دا يصير بالبلد، هذا اللي دا يصير بالبلد لما نتعامل على مشاكل بالعراق. ومن ضمن مشاكل هذا البلد لما نلقي مؤسسات الدولة واللي هي جزء لا يتجزأ من الدولة، وأكو هواية مؤسسات رصينة بالعالم، لما تريد تقيم البلد تقيمه على ضوء أداء المؤسسات، على ضوء أداء الموظف بداخل هاي المؤسسات، شقد قيمة إنتاجية الموظف باليوم، كم ساعة عمل، شنو اللي ينتجه هذا البلد، شنو اللي بيب هذا البلد، زراعته، مياهه، اقتصاده، القوة الدفاعية مالته، القوة الهجومية مالته، الحدود والسيطرة عليها، الشرطة، سيادة الدولة، ذن كلهن تقيم، وعلى ضوء ذلك الأمر يطلع لكم بلد برفاهية عالية جدا. فلما نكتشف أنه الجواز الدولة الفلانية رقم واحد عالميا، أعرف أنه هذا البلد بمؤسسات تشتغل وبجيش وبإطفاء يشتغل. ولو تدورون شوية بالإنترنت وتتعبون نفسكم وتشوفون مثلا كوكب اليابان شنو الاختبارات حتى يصير الواحد موظف في دائرة الإطفائية، بالمقابل تجيك سيارة ما بها مي. لما تروح تشوف المؤسسات في كل دول العالم تتفاجئ، لما تشوف المؤسسات وعملها تتفاجئ. الأطفاء لها أهمية والإسعاف كذلك. هاي المشاكل اللي احنا نتكلم بها بالعراق. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونرجع لكم. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية.
أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. وراء عقدين من الزمن وراء 20 سنة مع الأسف العراق صار الأول في كل شيء. أي نعم، الأول في كل شيء. سيء كجواز، سيء كأسوأ مدينة للعيش بغداد، في عدد الأرامل، في عدد الأيتام، في عدد عمالة الأطفال، في عدد عاطلين عن العمل، في عدد المتعاطين، في عدد الأموال التي نهبت، في عدد المليارات أو السرقات التي صارت بالبلد، في عدد الشكاوى، في عدد المشاريع الوهمية، في عدد المشاريع المتلكئة. الأول في كل شيء سيء، وفي عدد الناس اللي اشتغلوا بمناصب حساسة وهم ما يفتهمون، أو أطفال ما يملكون خبرة أو ما يملكون شهادة. بالمقابل التأثير وين دا يصير؟ على المواطن. شلون؟ مثلا المنفذ الرئيسي للعراق هو مطار بغداد الدولي، مطار العاصمة العراقية بغداد. شنو اللي يشتغل بهذا المطار؟ النقل الجوي أو شركات النقل الجوي، واللي تعتبر هي واحدة من أهم وسائط النقل في العصر الحالي، لأنه تتمتع بسرعة فائقة وراحة وتمكنها من الوصول إلى أبعد مسافات بزمن قصير. تعجز عن تحقيق مركبات النقل الأخرى من مركبات برية أو سكك حديد أو بحرية. هاي الأهمية تحتاج إلى خدمات يقدمها هذا المجال من حيث نقل الركاب والبضائع والأمتعة والبريد من دولة إلى ثانية. لكن العراقيين يعانون من مطارات متهالكة على الرغم من الوعود الحكومية والاستعراضات الإعلامية اللي توعدت المقصرين، مثل ما شاهدنا مطار بغداد. لكن أزمة المطار ومرفقاته بعدها مثل ما هي. حمامات سيئة، صالات سيئة، وأحزمة ناقلة لأمتعة المسافرين سيئة وتتعطل باستمرار وبتكرار دائم وبعدها متوقفة حتى هاي اللحظة. خلونا نشوف هذا المقطع من مطار بغداد الدولي. يعني سوالة فعالية قوية مهمة برعاية مكتب الإعلامي، ورز المدير مطار بغداد وصيح عليه وقال له اسكت ما اسمع، على مود يجيب واحد تابع الفصيل مسلح يخليه مدير مطار بغداد. سمع احترامنا للشخص، بس يعني احنا نحكي عن المحاصصة. يلا هسه هاي الطائرة هابطة صار لها نص ساعة، وهذا الحزام واقف وماكو ولا جنطة، وهذا عدد الناس اللي بالآلاف ينتظرون جنطهم. وينك دولة رئيس الوزراء حبي؟ أنا أوجه عناية السادة المسافرين أنه يجيبون لهم بوري آهين هالطولة، وحبل متين وقوي، وبكرة أو بكرتين وبوريين، واحد جوا واحد فوق، ويشدون الحبل مثل ما الهدوم اللي نشوفها في أفلام الكرتون سابقا لما كنا صغار، وبالحبل يعلق جنطة ويجر، لأنه جماعة ما منهم فايدة ولا راح يسوون صيانة. يوم تطلع لنا صورة من مطار بغداد طاق بوري مال مي وغرقان الصالات، يوم السيار عاطل، يوم الحمامات وصخة، يوم القاعات ما بها كراسي، يوم الطيارات بها مشكلة. على ذكر الطيارات بها مشكلة، قطاع النقل الجوي بالعراق حال هواية من القطاعات اللي تعاني من الإهمال وعدم تقديم خدمات بها جودة عالية للمسافرين. حال شركات الطيران اللي تتسابق اليوم بالخدمات حتى تحصل على تقييم عالي جدا، حتى تحصل عدد عالي من المسافرين، حتى تزيد من الأرباح مالتها. لكن على الرغم من التكاليف الباهظة اللي يدفعها المسافر العراقي لشركات النقل الجوي العاملة بالعراق واللي يمتلكوها متنفذين، لكن الخدمات سيئة جدا. هذا اللي أكدوا أن مسافرين على متن خطوط فلاي بغداد اللي يملكها عمار الحكيم مثل ما أكدت مصادر مطلعة. تأخرت إقلاع رحلتهم بسبب عطل فني أصاب طيارة وتركهم محتجزين محبوسين بداخل هاي الطيارة بأجواء حارة الفترة طويلة بدون تشغيل نظام التكييف بالطائرة، بلد حار جدا في طائرة اسطوانية من الحديد والألمنيوم. فتخيل الفرن اللي هم كانوا قاعدين به، فتخيلوا حجم الاستخفاف بالمسافرين. خلونا نشوف. ونص قعدونا بالطياره بالحار، وهسه يابا نعتذر طياره بها عطل. شفتوا هاي فلاي بغداد
هاي الحجيه احكي حجيه يا بيه متنا تعبنا عينيه احنا مرضى شنو احنا جايين من شنو تاذى مع هذا الطفل ها هذا الطفل الطفل راوي الطفل الطفل راوي ما هذا الطفل ما هذا الطفل ما يسمى ما 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 يزرون ما موجود ايش ولا ما صحيح حد جابني هاي العالم ساعدوهم من ساعة من 9:30 لخمسة بفلاي بغداد ساعدوهم وهسه بهالحار قعدوا من 10:15 قالوا الطيارة لا حافلة انهم جابوهم حبسوهم من بعد ساعة الطيارة قاعدين حارة انهم وين حبسونا هنا؟ انهم في القاعة ما يخلونا نطلع نشرب مي ما يخلونا نريد مي نشرب ما يخلونا نشرب مي هاك هاي العالم هاي الطيارة ياكل يقولون عاطلة تعرفون أنا أعتب عليه من هنا بهذا الفيديو المسافر نفسه ما دام تعرف مشاكل هاي الخطوط وهاي الطيارات شكو رايحين تشترون تيكتات من عندهم عمي قاطعوها وخد تخسر وراها أنتم تربحون مو هم ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجودي أنا حسين حاتم يقول آخر ما توصلت إليه شركة فلاي بغداد أن تحجز المواطنين بالطائرة العاطلة وعليهم اتباع التعليمات الدولية وعلى الشركة الدولية للطيران مراقبة هذه الانتهاكات الحاصلة في شركة فلاي بغداد فارس آل بودنة المالك لهذه الشركة عمار الحكيم لذلك نتوقع كل شيء ودلال احمد فلاي بغداد دائما هاي سوالفهم ما اعرف الدوله ليش ساكته عليهم وكذلك شركات السياحه كلهم متفقين ويا هاي الشركه وايه مؤيد تقول بصراحه فلاي بغداد من اتعس الطيران في العراق حيل تعبان مع الاسف واحد يضيع فلوسه عليهم مشاهدينا الكرام للسنه الرابعه على التوالي الجفاف بده يلقي ظلاله الثقيله على الاهوار ويقضي بطريقه على الجواميس اللي يستخدم حليبها بعداد قشطه أو الجيمر العراقي اللي هي الوجبة المحببة للشعب العراقي ويبدو أنه منظر الأهوار الوسطى بالشبايش مأساوي وراء ما تبقى منها مسطحات أو مستنقعات للمياه وتتصل فيما بينها بممرات مائية نمت من حولها نباتات القصب والمساحات اللي تراجعت بها المياه ظهرت أرض جرداء أشبه بجلد غزته التجاعيد أهوار بلاد ما بين النهرين مساحات رطبة موزعة بين الشبايش والحويزة والحمار وتصنفها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ب 2016 تراث عالمي لكن هي دا تتلاشى وياها حضارة عرب الأهوار اللي يعيشون على صيد الأسماك والحيوان تربية الحيوانات والزراعة وتمتد جذور حضارتهم بأرض الأهوار 5000 سنة ويستفحال الجفاف بالأهوار وترتفع نسبة الملوحة بالمياه و انفاق او يعني موت الحيوانات اللي تشرب من منابع تكون بها الملوحه عاليه وسط نداء استغاثه تطالب بانتشال الاهوار من مهنتها لهذا السبب تصدر ترند العراق اليوم هاشتاج اهوارنا بيئتنا او بيتنا الاهوار مطلبنا فحول هذا الهاشتاج محمد النافع يقول لا تتركوا الاهوار تصارع الجفاف والتصحر أسير الزهيري بيئتنا بيتنا والأهوار هي كنزنا الوطني الثمين لنحافظ عليها ونحميها من التجاوزات والتلوث وطيف قيصر قطرة ماء في الأهوار تمنح الحياة فلنحافظ على تدفق هذه القطرات الثمينة ونعيد للأهوار أمجادها وهاني الخيكان يقول لنتكاتف لإعمار الأهوار المتضررة واستعادة جمالها الطبيعي هاشتاج بيئتنا بيتنا الأهوار مطلبنا وكان هذا الهاشتاج اللي تصدر ترند العراق اليوم نبقى بالأهوار آخر التقديرات تقول مساحة أهوار تبلغ اليوم حوالي 4000 كيلومتر مربع بتراجع عن 20000 كيلومتر مربع خلال تسعينيات القرن الماضي ولا يزال بعض الآلاف من الناس يعيشون بها ويعود هذا التراجع خصوصا إلى ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وجفاف الأنهر ولهذا السبب سلط لنا قسم التواصل الاجتماعي هذا الانفوغرافيك حول هذه القضية وقضية الأهوار مساحات مائية واسعة تختفي من خارطة العراق لتتحول إلى أرض جافة تحيل كل نبات يابسا بعد أن كان مخضرا بعد أن كانت مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية في ظل صمت حكومي رهيب الجفاف
يواصل المدونون والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة بإنقاذ أهوار العراق من الجفاف الذي يضرب بقوة مساحات واسعة من المسطحات المائية التي عرفت عبر التاريخ بتنوع الحياة فيها. إرث لم يسلم من الدمار، حاله حال كل جميل في البلاد بعد أن تسببت إيران بتلاشي هذه المسطحات عبر قطعها لروافد المياه المغذية للأهوار، ومنها هور الحويزة الواقع على الحدود معها والذي تلاشت مساحات واسعة من مياهه، فضلا عن الأضرار التي لحقت بهور تشبايش من جراء ذات الأسباب. إذن هي جريمة تمارس ضد التاريخ بعد إهمال الأهوار وتركها تواجه مصير الجفاف، وسط مخاوف من إخراجها من قائمة التراث العالمي لليونسكو بعد الآثار الكارثية المترتبة على هذا المعلم البيئي الذي يميز العراق عن سواه من دول العالم، إلى جانب ما تتركه من تبعات سلبية تثقل كاهل أكثر من 6000 أسرة ريفية تعتمد في معيشتها على تربية الجواميس. هذه الجواميس التي بدأت تنفق بالمئات والتي تستخدم صور نفوقها للدلالة على حجم الكارثة البيئية، أضحت هي الأخرى سبباً للتلوث ولتفشي الأمراض الخطيرة، واضعة مستقبل الأهوار وتنوعها البيئي على المحك. شكراً لقسم التواصل الاجتماعي. وهذا اللي دا يصير بالعراق بأهواره سببها شنو؟ الجفاف. الجفاف شنو سببه؟ لأنه أكو روافد وأنهر انقطعت وأكو سدود انبنت، والسبب ليش؟ لأنه أكو ناس تسمي نفسها سياسيين ويعملون بالسياسة بس هم ما يفقهون شيء بالسياسة لدرجة أنه حصص العراق المائية مدى توصل، فهذا اللي دا يصير كله. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.